إدريسي ابن الحي سقايا الجديدة من طنجة. احنا في الرحاب ديال الزاوية الناصرية بطنجة. الحمد لله دأبا على سنة آبائنا وأجدادنا نحتفل اليوم بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العادة احنا ترعرعنا وفتحنا عيننا في الآباء ديالنا والناس ديال الحي كلهم كانوا رحمة الله عليهم كانوا كيحتفلوا بهذا الليلة المولد ديال النبوي الشريف. هذه الليلة اللي كنا كنعتبروا احنا باقي صغار، احنا باقي براعين، كنا كنحتفلوها فحال شي عرس، كنتسناوها فحال اللي كنتسناو شي موسم كبير، وكنحسوا بالآباء ديالنا متلهفين فوياخ يجي هذه الليلة المولد. وانا كنعقل باقي كنا صغاري كانوا الناس ديال السكان ديال الحي كلهم كانوا كيتفرضوا، كانوا كيعدلوا السكسو كيجيبوا هنا الزاويه كصدقه. وحنا الحمد لله حنا خدينا دابا الدور ديالنا، خدينا هذا المشعل، حنا كنقوموا بهذا الدور هذا على قدر ما استطعنا. ولكن الحمد لله انتم كتشوفوا يعني كان الحفل حفل بهيج كيف ما يقول وكل له عرس بحبيبه ونحن لنا بذكر الحبيب لنا عرسه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.